من أمام المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي خرج الأحوازيون مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لما يحدث في الأراضي المحتلة منذ عام 1925، حيث تتعرض الأحواز لحملات دهم وتهجير ومصادرة لثرواتها في محاولات فاشلة لطمس هويتها العربية من قبل حكومة الملالي في طهران. الهدف من هذه المظاهرات هو لفت انتباه المجتمع الدولي مما يعانيه الشعب العربي الأحوازي من جرائم المحتل الفارسي وأيضا انتهاكات لحق الإنسانية من إعدامات عشوائية واحتقالات وأحكامات جائرة بحق الأحوازين وأيضا الشعوب الغير فارسية مثل البلوش والأكراد وأيضا الآذريين. وفيما تشهد مختلف المدن في الأحواز حملات دهم واعتقال من قبل الحكومة الإيرانية وأحكام إعدام على ناشطين سلميين، كما شهدت المظاهرات تواجد عربي من مختلف الدول معبرين عن رفضهم لما يحدث لأشقائهم ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لما يحدث في هذا الإقليم العربي المحتل من قبل الحكومة الفارسية. وهذه الوقفة أبناء الشعب الأحوازي بالدرجة الأولى وأبناء شعوب عربية أخرى اكتوت بنار الغطرسة الإيرانية في سوريا واليمن والبحرين والعراق، هذا هي تعني لي هي منشودة كفاح شعب يناضل من أجل حقوقه وهو صمد وسيتحقق سيحقق أهدافه بقوة شعبه ومناضليه ودعم الشعوب العربية والحكومات العربية لهذا الشعب لهذه القضية العادلة. وتأتي هذه التنديدات ضمن سلسلة مظاهرات خرج بها الأحوازيون في عواصم أوروبية مختلفة معرفين بمعاناتهم وما يتعرض له أهلهم في الداخل المحتل. يطمح الأحوازيون أن يرتفع علم بلادهم بين أشقائهم في جامعة الدول العربية ليشاركوهم في أفراحهم وأتراحهم وليتواصلوا مع أرحامهم. زياد الجربة، الإخبارية، لاهاي.